لقد تأسس مركز الإمام الماتوريدي الدولي للبحوث العلمية بقرار متخذ من فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان في 11 أغسطس سنة 2020، والمركز مخول بأداء المهام الأساسية الآتية: دراسة السيرة والتراث الغني لأبي منصور الماتوريدي وأتباعه الذين قدموا خدمات نبيلة في مجال علم العقيدة والكلام، وكذلك ترجمة مؤلفاتهم وشرحها من الناحية العلمية، وإيصال الوجه الإنساني للإسلام إلى عامة الناس، وبحث أهمية علم الكلام في عالمنا المعاصر، وتطوير علاقات التعاون في هذه المجالات. ومنذ إنشائه نشر المركز 79 كتاباً مؤلفاً وكتاباً مترجماً، من ضمنها أهم مصادر الماتوريدية مثل عمدة العقائد للنسفي وبدو الأمال للأوشي والفقه الأكبر لأبي حنيفة والعقيدة الطحاوية لأبي جعفر وأصول الدين للبزدوي والسواد الأعظم للسمرقندي وشرح الفقه الأكبر للقاري والهداية للمرغيناني، كما ترجم كتاب التوحيد لأبي منصور الماتوريدي والأجزاء من 25 إلى 29 من تأويلات القرآن. وعلى مستوى التعريف برجالات المدرسة الماتوريدية، فقد تم إنجاز كتيبات تعريفية بسير وتراجم كبار علماء الماتوريدية، كما تم إعداد كتيب تحت عنوان اللآلي من التأويلات، خصص لمختارات من كلمات الإمام الماتوريدي وآرائه وحكمه، فضلا عن طبع روايتين مخصصتين لسيرة وجهود الإمام الماتوريدي. كما يقوم المركز بعمل منهجي في مجال الدراسات الإسلامية الحديثة، على وجه الخصوص تم نشر كتب ومنشورات مثل الردود على الأسئلة الأساسية، الاعتدال ضد التعصب، المناهج والتحاليل، والمنظمات الإسلامية الدولية. كما تم إصدار 8 أعداد رئيسية وعدد واحد خاص من مجلة الماتوريدية، وهي منشورة دورية للمركز. وتجدر الإشارة إلى أن المركز أقام علاقة التعاون مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية الأجنبية مثل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، وجامعة أنقرة بتركيا، وجامعة سلجوق بتركيا، وجامعة أنقرة إلدرين بايزيد بتركيا، ومركز فكر للبحوث الدينية في كازاخستان. وتم تنظيم 65 ندوة علمية و9 مؤتمرات علمية عملية دولية بالتعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة في بريطانيا العظمى وجمهورية مصر العربية وفرنسا وألمانيا وتركيا وماليزيا وروسيا وكازاخستان. من أجل نشر المدرسة الماتوريدية تم إنشاء الموقع الرسمي للمركز، وفتحت قنوات في شبكات التواصل الاجتماعي مثل تيليجرام وإنستغرام وفيسبوك ويوتيوب، ونشرت فيها أكثر من 10,000 مادة حول هذا الموضوع، بما في ذلك نشر 80 درسا علميا بشكل فيديو يتضمن شرحا للعقائد النسفية وأجزاء من كتاب التوحيد للماتوريدي وقضايا معاصرة والمفسرون 10. كما تضمنت أنشطة المركز حوالي 200 برنامجا وبثا عن الإمام الماتوريدي والعقيدة الماتوريدية، تم بثها على القنوات التلفزيونية المحلية، وتم نشر أكثر من 3,000 مادة على مواقع التواصل الاجتماعي. في الختام، فإن مركز الإمام الماتوريدي الدولي يتخذ اليوم خطوة جريئة نحو احتلال مكانة مرموقة بين المؤسسات البحثية الرائدة في العالم من خلال دراسة متعمقة لمدرسة الإمام الماتوريدي والماتوريدية ونشرها بين المجتمع العالمي. ومن المؤكد أن الأعمال المنهجية التي يقوم بها المركز لإيصال التعاليم المعتدلة إلى عامة الناس ستعمل على الكشف عن الوجه الإنساني للإسلام وعلى ضمان وحدة المسلمين.